السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب تكونوا كلكم بخير. أهلا وسهلا طبعا في فرحة الكروشيه اليدوي. النهاردة إن شاء الله زي ما وعدتكم هعمل لكم حبل الليسير روماني للشنطة اللي كنا عاملينها قبل كده، تمام. صاحبتها مش عايزة السلسلة لأن السلسلة إيه بتكون بتضايقها وكده يعني، تمام. فعايزة لها حبل الليسير روماني زي ما قلت لكم. ممكن عادي نشتغل من نفس الخيط، نشتغل الحبل بتاعها مش مشكله خالص يعني، تمام. طبعا معنا شال خيط، اي خيط عندك، مكرميه، ايطان، سلسله، اي خيط عندك عادي تستخدميه مش مشكله خالص، تمام. اولا طبعا اللي مش مشترك يشترك وفعلوا الجرس وتعليق حلو كده، واعملوا لي يا بنات مشاركه بحيث الكل زي ما قلت لكم قبل كده يستفاد، تمام. ونبدأ إن شاء الله على بركة الله. عايزين طبعا خيط، أي خيط معانا، إيطان، مكرمية، سلسلة، أي حاجة زي ما قلت لكم قبل كده. وحلقتين، جنشين، معلش هنشتغل عليهم. وبرضه لو عندك حلقات سهلة الفتحة عايز تشتغل عليها بتشتغل بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلها دلوقتي، تمام. بسم الله. معانا طبعا إبرة رقم 5 اهي. بنجيب الخيط ورا الجنش خلاص، ونسحب الحلقة بتاعتنا، نشد بس الطرف ده الاولاني عشان يتثبت معانا في الشغل تحت الشغل، تمام. ونعمل غرزة حشو اهي خلاص، تمام كده. نشد الطرف ده علشان نثبته تحت الشغل ان شاء الله، تمام. نشتغل حلقة تاني برضو، ندخل الإبرة جوه الجنش ونشتغل برضو غرزة حشو، تمام. يا رب يكون واضح معاكم التصوير، تمام. ونشتغل حلقة تاني برضو غرزة حشو اهي، تمام كده. معانا ايه، يعتبر حلقتين، وهي السلسلة الأولى ارتفاع، تمام. ده كده هنثبته بعد كده تحت الشغل، الطرف ده هنثبته تحت الشغل، تمام. نلف اهي كده الجنش بتاعنا كده، تمام كده. نلف الجنش بتاعنا كده لورا خلاص. هنا هنلاقي حلقة اهي، الحلقة الأولى دي الحلقة الأولى خلاص، ندخل فيها اهي الحلقة الأولى، تمام. هو سهل وبسيط إن شاء الله، تمام كده. اهو معانا حلقتين على الإبرة، نخرج بيهم الاتنين خلاص كده. اهو الجنش بتاعنا، تمام. يا رب يكون واضح. برضو نلفه تاني، تمام. معانا هنا يا بنات حلقتين اهم، ادي حلقه وادي الثانيه، ادي حلقه وادي الثانيه اهم، حلقتين تحت بعض، تمام. ندخل فيهم الحلقتين اهي، ندخل فيهم الحلقتين، تمام اهي كده. معانا ايه، ثلاث حلقات على الابره، نخرج اتنين، نخرج من اتنين، من اول اتنين، تمام كده. معانا اتنين تاني اهو، برضو نخرج من يوم الاتنين، تمام كده. اهو نلف الجنش بتاعنا اهي كده. معانا برضو حلقتين اهم، اهم تحت بعض اهم، دولة دولة، تمام كده. برضو ندخل فيهم الاتنين الحلقتين، ادي واحدة وادي التانية اهي، برضو بالراحة كده عشان هي ايه لسه اول غرزتي، لازم انا اشدهم بحيث ما يفكش معانا قبل كده، بعد كده ان شاء الله خلاص. تمام كده. برضو نخرج من اتنين
اهو في اتنين، تمام. تاني برضو نلف الجنش بتاعنا زي ما هو، شغلنا هيمشي هو هو زي ما هو كده، برضو نلف، تمام اهو الحلقتين اللي قلت لكم عليهم اهم هم هم. احنا نشتغل في الحلقتين، نخرج من اول اتنين، نخرج من اول اتنين، وبعد كده تاني اتنين، تمام. نلف الجنش بتاعنا اهو، هتقابلنا برضو الحلقتين اهو، هتقابلنا الحلقتين، ندخل فيهم الاتنين مرة واحدة اهو كده، معانا تلات حلقات، نخرج من اتنين، تمام، وبعد كده الاتنين التانيين اهو، ما فيهاش اي صعوبة اهي اهي، تمام. نلف الجنش بتاعنا اهي، الحلقتين واضحين اهم اهم، ندخل فيهم، تمام اهو، نخرج من اول الحلقتين كده، معانا اخر حلقتين، نلف القطعة الابرة ونخرج منهم برضو الاتنين اهو، تمام اهو، كل ماده بتكون معانا، تمام. برضو ندخل في الحلقتين اهو، معانا ثلاث حلقات، نطلع من اتنين في اتنين، تمام يا بنات اهو، ما فيهوش اي مشكلة بإذن الله، تمام. تاني معانا حلقتين، لفينا الجنش بتاعنا اهو، معانا الحلقتين اهو، تمام كده، ندخل في الحلقتين مرة واحدة اهو، معانا حلقتين، معانا ثلاث حلقات، نخرج من اتنين في اتنين، تمام. نلف الجنش بتاعنا، ندخل في الحلقتين اهو، معانا ثلاث حلقات على الإبرة اهو، نخرج من اول اتنين، تمام، بعد كده تاني اتنين، تمام كده، وهكذا اهو اهو، طلعنا من اول اتنين، نشد اللفة الخيط على الابرة ونخرج من تاني حلقتين، وهكذا لغاية لغاية الطول اللي انت عايزاه، طول الحبل بتاع الكتف بتاع الشنطة اللي انت عايزاه، تمام اهو اهو، نخرج من اول اتنين وبعد كده تاني اتنين، ونلف في الجنش بتاعنا مع قبلونا هما الحلقتين اهم اهم، تمام. ندخل فيهم، نخرج من اول اتنين وبعد كده تاني اتنين اهو، تكون معنا، عارفين اللفة دي، اللفة اللي هي دي هي الشرط، دي بتتكون، انتوا عارفين من ايه الشرط دي، دي ودي 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 ودي، بتتكون من ايه، شايفين اللفة اللي احنا بنلفها دي اهي، دي اللي احنا بنلفها دي اللي هي دي، لما بنيجي نلفه كده الخيط بتلف معانا، فبتتكون معانا، تكون معانا اللفة دي اهي اهي، تمام. ونشتغل زي ما احنا لغاية الطول اللي احنا عايزينه، تمام يا بنات. ده بيشتغل يعني اي خيط عندك، حتى لو كليم عايز تعمليه بنفس الطريقة هتعمليه برضو، الكليم اللي هو التقيل ده، طبعا في ناس تعمله شنط كتير طبعا، برضو لو حبيت تشتغلي بيه تشتغلي بيه عادي، الشطرة تغزل برجو حمار زي ما بقول، لا مؤاخذة يعني، فعادي يعني، ان شاء الله اي حاجة عايزين نشتغلها هنشتغل بيها عادي، تمام اهو يا بنات. اهي
تمام، 2 2 تمام كده، ربكم فهمناه. خلاص اهو كون معنا خلاص. طب انا عشان ما اطولش عليكم اخلصه وارجع لكم تاني. كده خلاص خلصته تمام. طبعا بتعملي الطوله اللي انت عايزاه، مثلا لو انت هتعملي نفسك هتقيسي مثلا قد الطوله اللي انت حباه تمام. لو انت مثلا عاملاه لحد او عاملاه مثلا حد مكلمك تعملي له شنطه او كده، هتقيسي على اللي هي عايزاه دي، هتقيسي بالمازوره تمام، الطوله اللي هي عايزاه تمام. كده زي ما قلت لكم الاول، في الاول كنا حاطين الحلقه، ونثبت الحلقه الثانيه معاكم، بس ثبت على ال ثبت كده، نرتفع حلقه واحده عشان ايه، ثبت بس على الشغل بتاعي. خلاص نفصله بالولاعه خلاص، شدوا كده خلاص. تمام نجيب الحلقة التانية نخيطه يعني تمام، نخيطه بحيث يبقى شكله كده حلو، في نفس الوقت ما يفكش معانا، نخيطه كده بشكل حلو اهو. تمام شكل كده ايه جميل. وبالنسبه للحلقات للجنش ده، لو احنا مش عايزين نعمله مثلا بجنش، حلقات عاديه، حلقات بس حلقات سهله الفتح، عشان بحيث ان نركبه تاني في الشنطه بدل ما احنا ايه نتغلبنا يعني، لو حبينا نعمله على حلقات. بس هو الاحسن حاجه ايه الجنش ده، ليه بيتفتح وانت كده كده هتكوني مركبه يعني في الشنطه نفسها حلقه سهله الفتح او حلقه مثلا عاديه، ونيجي نركب فيها الجنج يعني ايه هيبقى شكله كويس تمام. ونثبت كده بحيث ما يفكش اهو. خلاص ناخده كده ايه بالراحه كده تحت الغرز اهي، كده ما يفكش معانا باذن الله خالص. اهي ما فيهاش اي مشكلة تمام. كده ما فيش اي مشكلة خالص، كده تركب زيه زي الطرف الثاني اهو تمام اهو، الاثنين زي بعض وجميل ومتين وشكله حلو يعني تمام اهو. زي ما قلت لكم تعملي الطوله اللي انت حابه بتعملي الطوله اللي انت عايزة تمام يا بنات. ويا رب يكون الفيديو النهارده خفيف عليكم ولذيذ كده وسهل باذن الله تمام اهو. تمام كده، يا رب يكون المره دي الفيديو عجبكم ان شاء الله، كل مره باذن الله يا رب يكون عجبكم وما طولتش عليكم، ورب تكونوا دايما بخير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.